كل يوم ترتدي الاحزاب قناعاً جديداً لنهب موارد العراق التي لم يبق منها حتى ما يسد رمق الشعب بعد ان افرغت ميزانية البلاد ولم تعد الحكومة قادرة حتى على صرف رواتب الموظفين تغلغل ومحاصصه جرت البلد الى الهاوية ومكاتب اقتصادية تتبع لكل حزب فمكتب اقتصادي في هذه الوزارة او تلك المؤسسة تسيطر عبره الاحزاب على الموارد المالية غير أن الحكومة كل مرة تحاول الظهور بمظهر المصلح أمام الشعب، فأعلنت عن اعتقال عدد غير قليل من المديرين العامين ورؤساء الهيئات والأقسام بوزارات مختلفة بتهم الفساد. ما يكشف تغلغل الأحزاب وسيطرتها على مؤسسات الدولة. تسريبات من تحقيقات هيئة النزاهة ولجنة التحقيق التي يرأسها الفريق أحمد أبو رغيف من وزارة الداخلية، والذي كلفه الكاظمي بمتابعة هذا الملف كشفت أن 80% من الفساد كان في وزارات الدفاع والداخلية والصناعة والتربية والصحة والتعليم العالي وهيئة الاستثمار ودائرة التقاعد وشركات الدفع الإلكتروني. التسريبات كشفت أن أحزاباً وشخصيات نافذة تتلقى عمولات مالية من الوزارات عبر حسابات سياسية تجعل من المستحيل التعمق في التحقيق والاكتفاء بإصدار أحكام فقط فضلاً عن حصتها من الدرجات الوظيفية السنوية. مصادر حكومية قالت ان وفدا سيغادر الى بيروت لاستكمال التحقيق لان بنوك لبنانيه كانت وسيطا لدفع رشاوى لمسؤولين عراقيين طيله السنوات الماضيه. نواب في البرلمان اتهموا لجنه التحقيق المشكله بهذا الصدد بالفساد والمكاتب الاقتصاديه بانها اذرع لتعطيل عقود الوزارات بسبب التنافس غير المشروع بين الاحزاب عبر الضغط على الوزراء ووكلائهم والتي تعززت في فتره حكومه عادل عبد المهدي. الخبراء من جانبهم قالوا ان العراق يسير نحو الهاوية بسبب المكاتب الاقتصادية التي تنهب موارد البلاد وتعرقل عمل الدولة وتعطل المشاريع التنموية. وامام دوامة الفساد لا يبقى للعراقيين غير حناجرهم المبحوحة لاطلاق صرخات الغضب والاستنكار ولذلك تلجأ الحكومة بين حين واخر الى اسكات صوته بالرصاص او بالحيل القانونية.